حياكم الله مشاهدينا، الختام مع ملتقى مغردون سعوديون الثاني. هذا الملتقى الذي يأتي بمبادرة من مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز الخيرية، مسك الخيرية، يقام مساء اليوم الاثنين الملتقى في دورته الثانية طبعا لهذا العام، ويستهدف هذا الملتقى الشباب والشابات في المملكة خصوصا المغردون منهم، واللي قدموا نماذج إيجابية مشرفة من خلال أعمالهم الخاصة وحتى مبادرات قدمتهم بشكل مميز في هذه المنصة الإعلامية. سيتناول هذا الملتقى مشاهدينا هذا العام جوانب مختلفة تعتني بشباب، أكيد بالدرجة الأولى الشباب السعودي المبادر والقادر على صناعة الإيجابية والعمل بها. للحديث أكثر مشاهدينا عن فعاليات الملتقى، يسعدنا يكون معنا بالاستديو الأستاذ مبارك الدعيلج، رئيس اللجنة الإعلامية للملتقى. يسعد صباحك. يا هلا والله، مرحبا، أشكركم على هالاستضافة. حياك الله. يا هلا، حياك الله. نبدأ معك ومغردون النسخة الثانية، يعني جديد هذه النسخة، يعني مقارنة بالنسخة اللي حققت يعني تميز وحضور لافت في الدورة الأولى. الحقيقة بدأ العمل على ملتقى مغردون الثاني من قرابة 366 يوم، لأنه المغردون الثاني يقام بعد سنة ويوم من مغردون الأول. عملنا استقراء عن طريق بعض الجهات الشركات المتخصصة لتويتر ما يريد فيه من تغريدات، واخترنا المواضيع التي تعنى بالشباب والمجتمع في أكثر شيء. الجديد بيكون عندنا في الملتقى السنة هذه بيكون أنه ملتقى مغردون الثاني بات منصة لإطلاق المبادرات. سيطلق اليوم مبادرات مع بعض الجهات، تقدمت لنا بطلب لإطلاق مبادرات هذا المساء. الشيء الآخر هي مشاركة العنصر النسائي. العنصر النسائي يمثل نصف المجتمع وهم ذا قيمة وأهمية، وجدنا أنه مشاركاتهم في جلستين اليوم ستكون تثري الجلسات. بالإضافة إلى أصدرنا كتيب يحوي نظام الجرائم المعلوماتية في المملكة، ويحوي بعض الإرشادات عن استخدام تويتر وتحويل تويتر للإيجابية إن شاء الله بأمر الله. نعم، أنت ذكرت الإيجابية، أنا بعطيك الجانب الآخر اللي هو السلبية. يمكن تويتر من أكثر مواقع التواصل الاجتماعي اللي أججت السلبية، خاصة فيما يتعلق بالتعصب الرياضي وتبادل الشتائم وما إلى ذلك. هل من خلال هذا الملتقى ممكن أننا نساعد على نبذ هذا التعصب ونبذ هذه السلبية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ونحول هذه الطاقة الهائلة اللي يفرغونها في التعصب الرياضي إلى جوانب إيجابية أكثر، فعالية وإنتاجاً للمجتمع؟ بإذن الله، احنا حرصنا على اختيار جلسة عن التعصب الرياضي، واخترنا أسماء يعني لها مكانتها في الوسط الرياضي، وأيضاً اخترنا آلية لتنفيذ هذه الجلسة تحديداً لأجل أنها تحقق الأهداف الإيجابية المأمولة منها. بالإضافة أنه هناك ستكون برامج تعزيزية لهذه الجلسة بعد الملتقى، سيعلن عنها بأمر الله لاحقا إن شاء الله. ما راح نسبق الأحداث يعني؟ لا أبدا، ما راح نعطي سكوبات من خلال حلقة يعني. لا، بيعلن عنها إن شاء الله الليلة بإذن الله. بإذن الله. اليوم أستاذ مبارك، يعني تويتر شغل الناس يعني، ويشغل مساحة كبيرة من اهتمام المجتمع السعودي تحديدا. جزء كبير من المبادرات يعني دخلت في حيز ونطاق الاستثمار يعني، وصار فيها إيرادات ودخل للشباب. اليوم من خلال مغردون السعوديون، وش النماذج اللي راح تقدمونها واللي تعكس كيف ممكن الشخص يستثمر فعلا وجوده في هذا الموقع موقع تويتر؟ الحقيقة اليوم راح يكون عندنا المشاريع الناشئة من تويتر. اخترنا نماذج معينة، اخترنا مشروع تجاري وثلاث ومشروعين اجتماعية. مشروع اللي هو أصدقاء القراءة، بمناسبة أنه غدا إن شاء الله معرض الكتاب الدولي، فتزامنا معه حرصنا أنه ما تكون الجلسة تجاريا، لأنه في بعض الأخوان بيحضر ماله في التجارة أو كذا، حضر يستفيد. وايضا حرصنا انه نبين للناس انه في مشاريع تخدم المجتمع، تخدم الناس، ليس بالضروره ان يكون عائد مادي بقدر ما عائد معنوي واستفاده المجتمع. حرصنا كثير على الجلسه هذه. بالعكس، احنا جايبين نموذج تجاري جيد، شاب بدا من خلال تويتر وفتح له الان مطعم في مدينه جده، من انجح المطاعم ما شاء الله. يعني هل ممكن يعني من خلال هذا الملتقى اللي يقام للمره الثانيه، هل ممكن انه في يكون شيء جديد مختلف عن السنه الماضيه في الطرح من خلال المواضيع او ورش العمل او حتى المبادرات الموجوده؟ هذا ما حرصنا عليه السنه هذه، انه نطلق مبادره ستكون مستمره على طوال العام، ستطلق مساء هذا اليوم، وهناك ايضا مبادره اخرى ستطلق عبر جامعه الملك سعود
اختارونا كمنصة لإطلاقها. الشيء الآخر احنا حرصنا السنة هذه على مشاركة طلاب التعليم العام اللي هم أقل من 18 سنة، لأنه 10% من مستخدمين تويتر في المملكة العربية السعودية هم النشأ، وحرصنا أولا أنه إتاحة الفرصة لهم لإبراز المبدعين والموهوبين منهم، وبالإضافة إلى أنه نبغى استقطاب أكبر عدد من هذه الفئة لزراعة الإيجابية وتأصيلها فيهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي هذه. جميل، خلينا ناخذ منك تفاصيل الملتقى اليوم، يعني اللي ما اطلع على هذه المعلومات في موقع الحدث، الوقت الزمني المخصص، ورش العمل الموجوده، عناوين الجلسات. الملتقى سينطلق في تمام الخامسه مساء في فندق الريتز كارلتون بالرياض. الجلسه الاولى ستكون تويتر ودوره في التوعيه الاجتماعيه، هذه استقطبنا منها ممثل لوزارة التجارة وبعض الأشخاص اللي سخروا حساباتهم لخدمة المجتمع، مثل استشاري القلب الدكتور خالد النمر. الجلسة الثانية راح تكون تويتر والتعصب الرياضي وآلية الحد منه، هذه راح يستضيف مدير رابط الدوري المحترفين أستاذ ياسر المسحل والزميل الإعلامي رجاء الله السلمي والاستاذ احمد الفهيد، وبيكون معنا الاستاذ عبد العزيز الغيامه. هذه ان شاء الله الجلسه نامل فيها كثيرا انها تساهم في الحد من التعصب الرياضي. بعد ذلك ستتاح الفرصه لاحد المواهب الشابه للظهور على المسرح لتقديمها. بعدها بيكون ايضا اطلاق مبادره لجامعه الملك سعود. بعد ذلك بتكون جلسه النشأ، واحنا اخترنا مجموعه من الشباب صغار السن اللي هم حسابات في تويتر وحسابات ايجابيه، حتى لو كان عدد المتابعين قليل، لا اهم شيء انه نوجهه للايجابيه اكثر. الجلسه الثالثه اللي هي مشاريع الناشئه من تويتر، اخترنا فيها احد المشاريع التجاريه بمدينه جده، اخترنا منها مشروع اصدقاء القراءه، واخترنا منها مشروع رواق للتعليم المفتوح. وسيتخلل ايضا ستتحدث احدى الاخوات الاستاذه ريم السعوي المتخصصه في الاعلام الجديد، بتكون مشاركه في الجلسه باذن الله. انت عارف من خلال تويتر يعني هي المنصه اللي يطلق كثير من الاشخاص والمؤسسات او المجموعات الحملات التوعويه للمجتمع، يعني هذا الجانب الى اي مدى ممكن يتم تسليط الضوء عليه من خلال هذه الفعاليه وهذا الملتقى؟ باذن الله المبادرات اللي ستطلق هذا اليوم ستكون تدور في هذا الفلك وتخدم هذا التوجه باذن الله، سواء اللي بتطلق عبر مؤسسه الامير محمد بن سلمان او التي ستطلق عبر جامعه الملك سعود بامر الله. جميل، استاذ مبارك يعني كررت مفرده اخترنا واخترنا اخترنا اكثر من مره يعني في اجابه سؤالك اللي قبل شوي، بسالك عن معايير الاختيار، يعني بناء على ايش اخترتوا سواء الاسماء المشاركه اللي تقدم من خلال الجلسات او حتى المشاريع اللي بتقدم تجربتها على منصه هذا الملتقى في ليله اليوم؟ جميل، في البدايه اجتمعت اللجنه المنظمه، وضعنا معايير لكل جلسه ومعايير للاخوه المشاركين. اولا معيار تاثيره في تويتر، معيار ايجابيته في تويتر، معيار قابليته لدى الناس، ايضا معايير تفاعله مع البرامج ذات التوجهات الشبابيه. هذه كانت من المعايير اللي كانت بالاضافه الى معايير اخرى، انه هل سبق انه شارك في ملتقيات، لانه احيانا بعض الناس لما يطلع لك على الستيج ممكن انه ما يستطيع الحديث، فهذه ايضا ممكن يسبب هبوط في رتم الجلسه. هل من ضمن المعايير انا قاعده اتابع بالبروشور عدد المتابعين تاخذونه بالاعتبار؟ انا لاحظت ان كل عدد المتابعين كبير فوق ال 100,000. لا ابدا، احنا ما اخذنا عدد المتابعين، لكن قبل كل جلسه سنقدم رصد لحساب كل متابع. ليس الهدف انه تعريه حساب او كشف حساب او كذا، لكن الهدف نبغى نوصل رساله انه الناس بجهدهم وبذلهم في تويتر وايجابيتهم يحصد متابعين، ليس كما يحدث شراء وما شراء وكذا. فاحنا بيكون في رصد لحساب كل متحدث قبل الجلسه. جميل، احنا الوقت ادركنا. استاذ مبارك الدعيلج رئيس اللجنه الاعلاميه لملتقى مغردون السعوديون الثاني، نتمنى لكم التوفيق الليله ان شاء الله، ويستمر هذا الملتقى منصه لتقديم النماذج الايجابيه من خلال تويتر. شكرا لك. طول عمرك، اتوجه لكم بالشكر ولبرنامج صباح السعوديه
وأنتم دائما معنا صراحة. شكرا لوقفاتكم معنا. شكرا.